تستضيف البلاد يوم غد الانطلاقة الرسمية لعمال الصالون الدولي للطالب الإفريقي في نسخته الأولى، واستعدادا لهذا اليوم فقد وقف فريق من التلفزيون على مختلف الأجنحة الخاصة بهذا الصالون. تقرير محمد حسن أدم. في إطار الاستعدادات لتنظيم الصالون الدولي للطالب الإفريقي والتي ستستضيفه العاصمة إنجمينا الخميس 26 وحتى 25 من فبراير الجاري، حيث ستتخلل فعاليات الصالون العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والفكرية والتقنية، إلى جانب تنظيم معرض المنتوجات والخدمات المختلفة، وأن المعرض مقسم إلى جناحين، بينما الجناح الأول خاص بالجامعات والمعاهد العليا، والثاني خاص بالمؤسسات والشركات. الصالون ده فرصة أتيحت لنا أننا كشباب وكأول شيء يؤسس في تشاد يتم فيه كل الشباب وخاصة الشباب الواعي المتعلم، وعندها خدمات بتقدمها لكل فئات المجتمع خاصة الشباب الدارين، لأن في عندنا إشكالية إن الشاب لو انتهى من الدراسة بعدين يحصل له مشكلة توظيف، مشكلة كده وكده، فصافي بتقدم الخدمات اللازمة لكل الشباب الخريجين اللي عندهم مشاريع اللي تقدر تمولها وإن شاء الله تفتح لهم الأبواب للحياة. ونلاحظ أن الفنيين والعمال يعملون على قدم وساق من أجل وضع اللمسات الأخيرة بغية السماح للمشاركين والزوار الاستفادة من المواضيع المقدمة والمنتوجات التي سيتم عرضها، هذا ما أكده مسؤول المعدات والمتابعة. كما أن الصالون يعتبر منبرا لتبادل المعلومات والأفكار الهادفة التي تسمح للشباب التشادي التواصل مع العالم الخارجي لمواصلة الدراسة الجامعية والبحوث العلمية والمعرفية لمواكبة العصر، وكذا المشاركة في بناء الوطن وتحقيق الرفاهية وتقوية الإبداعات والقدرات العلمية للشباب الإفريقي. إذن هذا كل ما لدينا 9 ساعات من أخبار محلية، أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم في أمان الله.